الخير وتحية لكل مشاهدي الان تي في وين ما كنتوا عم بتابعونا بحلقة جديدة من برنامج اسألوا. طبعا مزوجين مخطوبين والاهم من كل هيدا مغرومين، اربعة مشتركين رح يتنافسوا ويتحدوا بعض، وبالنهاية ثنائي واحد بس رح يربح سيارة موديل 2015. خلوا ببالكم الالعاب رح تكشف مدى معرفة الشباب للصبايا والعكس بالعكس. ما رح طول عليكم نتعرف على مشتركي حلقتنا بحماس. واو جوب مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. اربع مشتركين اربع نجوم رح يتحدوا بعض ويتنافسوا، وبالنهايه ثنائي واحد رح يربح السياره. مين جاي يربح السياره هيك بسرعه؟ اوه واضح. للاسف للاسف يعني نحن جدا كريمين اليوم بهيدي الحلقه، صرنا مربحين فوق ال 40 سياره، وهيدي زقفه لكل فريق الانتاج وشاشه الام تي في على هالعطاء الحلو على البرنامج فعلا، يلي انه انا بحبه لهالبرنامج صراحه. يعني انا ما حدا حيقول عن زيتات وعكرين، انا بحبه كثير للبرنامج. اول مشاركين معنا هن وليد وشيرين، اهلا وسهلا فيكم. انتم الوحيدين المزوجين، صار لكم سنتين وثلاث اشهر مزوجين. كيف بلشت القصه؟ مش مبين علينا نحن بس المجوزين بلا أصلاً. واضح. شبت انت دغري شيمتك. شو قصدك؟ لا لا ما قصدي خي، سألوا مرتي. ايه تفضلي، شو قصده شيرين بهالموضوع؟ لطشي لطشي لطشي. مش اول وحده. كيف تعرفت عليه؟ نحن صراحه كنا بمعرض البيال بيعملوه كل سنه كل سنه للاعراس، وكان هو موجود تحت وكنا نحن موجودين. كنا شو كنت عم تعملي انت؟ نازل تشوفي نصيبك ولا انه عم تحلمي بالعرس؟ لا كنا نحن، انا بحب الفاشن وبحب مثلا نشوف كل شيء جديد، فكان هو حلم اي صبي هو الفستان الابيض. صح. وبهالمعرض حبيت تنزلي. بهالمعرض حبينا ننزل، فكان موجود وترافقنا سوا. صاروا الكل يفكرونا انه مجوزين او عرسان، يقولوا لنا امتى عرسكم امتى. فقام وليد مشي بالمسحه، يعني بلشت كمسحه، نقوا الفستان، حددوا الوقت والعرس، ومن بعدها سحبت. هلا يا ريت ما مشيت. ليه؟ لا مش لان ما تجوزت، لا مش انا وياها بالمعرض الاعراس. ايه؟ هلا ما كان في شيء، يعني لا هي عم تفكر ولا انا عم تطلع. ايه ف بس لا لا ما مش هالقد. خليني اكفي لك. ليه؟ هلا بتعرف مثل ما بتقول لك بتحب الفاشن وهيك، صرت حامل انا هالمجلات وماشي، اول مجله ثاني مجله مش مشكل. ايه؟ اخر شيء صرت حامل الاكياس وماشي وراها، يعني بس كرمال احملها الاغراض. برافو عليك شيرين، العمر كله بدك تحملها ان شاء الله، وتضلكم كمان اكيد موفقين بهيدي الحلقه، وان شاء الله كمان بتكونوا من الرابحين. ثاني ثنائي معنا بسام وميراي، اهلا وسهلا فيكم. مخطوبين بتحبوا بعض مغرومين، بس مين حركش بمين؟ هذا السؤال. شو يا بسام؟ تفضلي. نحن بنعرف بعض من 7 سنين وصرنا مخطوبين شهرين. بلشت القصة من 7 سنين، كنا هيك جروب شباب بنات طالعين نتعشى، وفي بلان انه انا اتعرف على شاب اللي هو مش بسام. لا مش بسام. اوكي لحتى نوضح، بس نوضح. الشاب اللي بيتعرف علي يسالني اسئله وهيك. انت مين جاوبي؟ طلع فيه. شوفوا الحب. طب بتقولوا لي ما هي حركشت فيه؟ بتقولوا لي انه ميراي ما حركشت ببسام؟ انت ما اعطيتها؟ جذبني. ايه بس ما اعطيتها وجه. لا 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 بس من تحت الكاسكات. بلا كان عم يطلع فيني من تحت الكاسكات. كيف عرفتي؟ لانه عيونك وين كانوا؟ بسام اول كلمه حب قلت لها اياها امتى؟ مذكره وشو هي؟ Good morning, have a nice day. هاي هي؟ بس كان في مناسبة لألها. مناسبة لهالشغلة. أنا بضمن الحديث صرت هيك لطش، إنه أقول إنه أنا بوعى كل يوم الصبح الساعة 4 5 6 يعني. أوكي. الساعة 4:56 دقيقة الصبح. الصبح، اسم الله عليكي نشيطة. كنت في أدرس بكير، سو بلاقي مسج من بسام ظاهر هيك بعت لي. هون خلص. هيدا هو. رومانسي رومانسي في الساعة 4:56 دقيقة. إن شاء الله يا رب أكيد علاقتكم كمان بتكفي وبتكلل بالزواج وبتعيشوا حياة حلوة. أما الثنائي الثالث فهو بوب وديانا، أهلا وسهلا فيكم. كمان حضرتكم مخطوبين. كيف بلشت الحكايه؟ هلا نحن بالاساس بتفضل. نحن بالاساس جيران، كنا كل واحد بمدرسه. طبعا كنت انطرها على الظهره على السورتيه مثل ما بيقولوا. ايه ايه وضلنا. ومرت الايام وافترقتوا. ايه رحنا جامعه كل واحد بمال. الى حين التقيتوا وين؟ تلاقينا ب المول. بالمول من سنتين. احدى المولات. نظره فابتسامه فعاد الى الماضي. رجعتنا لورا. طبعا ما خلص من هنيك. من وقتها بلشت حياتي. يا ويلي.
عسل عسل عسل. شو دي انا بدي بوسي على هاي. ايه بستاهل بوسي. ايه ليك بوب، انا على فكره فهمان انت اي كاركتر، الذكي المضبوط اللي عم يدرسها، بعدنا بالخطبه في زواج ما بده يزعلها ابدا. خلينا نشوف الثنائي الرابع معنا اللي هن روني وريتا. اهلا وسهلا فيكم. هاي بونسوار، شو اخباركم؟ تمام مبسوطين؟ ان شاء الله جايين تربحوا ولا بس انه اكيد. كيف تعرفتوا على بعض؟ نحن علاقتنا بلشت، بنعرف بعضنا من شي 7 سنين وانقطعت علاقتنا فتره. سو الى حين شفت الانستغرام تبعك روني ليشا، قلت هيدا من وين؟ دير الاحمر. تحياتي لدير الاحمر. سو طلعت على الصور وهيك يا عمي بعرفه بس ما عم بتذكر من وين. عرفت روني مش انه بتقول عجبني. اوكي بعدها بتعرفه. ايه فشو عملتي؟ شفته دغري عمل لي اد على البي بي ام. اكسب ما اكسب صار كل يوم يحكينا. لا لا لحظة 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 لحظة، أنا ذاكرتي ما بتخون، تحت الهواء بقعد مع المشتركين أكثر من ساعة أو ساعتين لأتحدث معكم. روني مين اللي حركش بمين على البي بي إم؟ ما بدها سؤال طبعاً. ريتا هو حرام، أنت شو كنت عم تعمل؟ عم تعمل أد للكل؟ كان في عندي شيء 1500 كونتاكت على البي بي إم. يا خيي شغل وبايش الحال ريتا؟ محظوظة عن جد. صبايا على فكرة قوية، أهم شيء تحافظوا على شريككم، والأحلى من هيك شريككم يحترمكم ويحبكم ويشيلكم على العين والراس. ولكن المفاجأة اليوم بالبرنامج اللي بدي أقولها أنه عن جد الدنيا جدا صغيرة، حدا بحب يخبرني ليش؟ بنت ديانا وريتا للمشتركين، يعني ديانا وريتا شو صار بالحياة سابقا قبل ما توصلوا على البرنامج؟ هي كانت صدفة، يعني بيقولوا الكرة الأرضية صغيرة، العالم صغير، عالم صغير طبعا. انا خلصت ميك اب وشعر فوق، سو بتطلع بوجهي ديانا بعرفك بعرفك هيك انا بعرفك. انا علقانه انا وياك على القديم مع بعض، الجيم مع القديم مع بعض. على شو على القديم؟ لا لا على صفحه السياره. يعني اتخلقت وين على صفة السيارة؟ شو قلتي لها؟ قلتي لها انك ما بتعرفي تسوقي او شيء؟ قلت لها تعلم السواقة ورجع الصدفة. واشتدت وشوف الصدفة انه اليوم عم بيتنافسوا على سيارة. الدنيا صغيرة بس ورا كل مشكل في صحة. هيدا المهم، وهيدا الحلقة فعلا بتثبت انه الدنيا عن جد صغيرة. كلمة أخيرة بتحبوا تقولوها لبعض قبل ما نفصلكم ونعزلكم ويبلش الجد بأول تحدي بدأ جد في سيارة؟ أكيد. إيه اللي بدكم يقولوا لبعض؟ بوسوا بعض؟ حبوا بعض؟ شو بدكم فيكم؟ تعالوا بدكم يقولوا أكيد الإطار المسموح يعني، ما حدا بس شفت حالك ركز. أوكي خلص يا عمي كل الوقت مع بعض، إلا واحد فيكم صار له شهرين 7 سنين بيعرف خطيبته. روقوا شوي صبايا بضلكم على المسرح. شباب مثل المثل بيقول ورا كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وأيضا كمان ورا كل امرأة عظيمة هنالك رجل صبور. تفضلوا يلا كل واحد يا صابرين. عم بعد ايه خلص برمتوا. ايه خلص بعد ودعون خالص. قانون البرنامج ممنوع تبرموا ابدا لعند شريككم، فيكم تتحملوا غيابهم، بتحبوا بتنبسطوا امرار انه بيقعدوا شوي بترتاحوا شوي صح؟ ما قلت لنا شو قالوا بغيابنا؟ والله دابوا ما عرفتهم تغيروا. واضح عليهم واضح. واضح ما تشوفي كيف رجعت صحتهم ورطوا. التحدي الاول رح بيكون على 1000 نقطة، اللي بدي اقول لكم اياه بكل تحدي النقاط بتكون تصاعدية، وبالنهاية في سيارة موديل السنة رح بتكون من نصيب ثنائي واحد. حلو الواحد يجازف ويخاطر ويتحدى حاله ويطلع من ذاته. صبايا قديش بتحبوا السهر؟ كثير. الشباب بيسعفوكم بالسهر، بيرقصوا، بيطلبوا منكم مثلا تلبسوا كعب على طول تزبطوا حالكم؟ لا. ولا ما عندكم مشكلة؟ ما بحبوا ابدا الكعب. على فكره هنايا كثير، بس اللي حيصير رح يعيشوا تجربه الكعب باول تحدي على 1000 نقطه. لعندي لو سمحتوا. البدايه رح بتكون من عندك شيرين، التحدي الاول على 1000 نقطه. عليك تراهني على عدد الدقائق يلي بيحتاجها شريكك ليعمل 5 برمات بالستوديو يلي ما بيخلى من المطبات، واذا فاتك حذكرك رح بيكون لابس كعب عالي. حرام بيحمل 100 كيلو هالكعب. بدقيقة ونص 5 برمات. اوكي ميراي دقيقة و40 ثانية. يعني اذا واحد عم بيعمل 5 برمات بالاستوديو في مطبات، يعني في حواجز بده يتخطاها، دقيقة و40 ثانية ما بتحسوا انه قليل كثير صعب يعملها بهالوقت؟ كل واحد بيعرف قدرات شريكه.
يلا ديانا هلا فينا نرجع نعلي او نوطي فنرجع نوطي بلش من العالي وبتنزلي بهيدا التحدي فقط اصحاب ادنى رهين هن الرابحين خمس دقائق خمس دقائق خمس برمات كل دقيقة يعني كل برمة دقيقة كل برمة دقيقة ريتا خلينا على ثلاث دقائق ثلاث دقائق هيدي كانت أول جولة نرجع لعندك شيرين على الرهين اللي كان دقيقة ونص هل يا ترى وليد بيقدر يعمله أو بتحب تقول دقيقة؟ لا يا عمي لا لا شو بدي أقول دقيقة أمنيتها أصلا أمنيتها وحط الله أمنيتها تلبسني كعب عالي التحس فيها بالسهرات دقيقتين ما فيك تطلعي بقى ما فيي اطلع دقيقة ونص خلينا دقيقة ونص ميراي يس دقيقة و40 ثانية بتثبتي رهانك ديانا خمس دقايق أربعة ثلاث دقايق وعشر ثواني ما حتفرق معك رح اقول لك ليش دقيقة ونص يا طب دقيقتين وتسعة وخمسين اوكي ريتا دقيقتين وخمسة وخمسين ثانية دقيقتين وخمسة وخمسين ثانية ما حدا عم يقرب لعندي يا مان دقيقة ونص طلعتني اياها أول حلقة وخلص منعد خمسة دقيقتين وثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين ثانية وخمسين تسعة وأربعين تسعة وأربعين خلص تسعة وأربعين دقيقتين تسعة وأربعين ثانية مع ديانا ريتا دقيقتين وخمسين ثانية الرهانات ثبتوا وبرجع بذكر المشاهدين شيرين رهنتي على دقيقة ونص أما ميراي دقيقة وأربعين ثانية ديانا راهنت على دقيقتين وتسعة وأربعين ثانية أما ريتا وروني دقيقتين وخمسين ثانية روني وريتا أنتوا أصحاب أعلى رهان والبداية بتكون معكم فضلوا لعندي يلا روني وريتا اصحاب اعلى رهان هو دقيقتين وخمسين ثانية وبالتالي انتو بالجولة الاولى من الرهان الاول عم تلعبوا على الف نقطة رهنتي انه روني يقدر يعمل خمس برمات بهيدا الاستوديو وهو لابس كعب تفضل ان شاء الله لهون ايه شو رأيك بالكعب انت مبسوطة كثير سامبا ايه شو اللي اكثر شيء عجبك انه روني لابس كعب طول شوي هيدي المشكلة ما فيك لابس كعب كرمال روني الله يعينك يا روني ايه هيدي الله كبير حدا يشمت بحدا اليوم عم نشوف حاعطي كاونت داون معك دقيقتين وخمسين ثانية تعمل خمس برمات طبعا بدك قبل ولا هو عم بينفذ المهمة بدي احكي بس كنت عندك تفضل هون ايه بس لا من عن بعيد من هون ايه حبيبي ركز خلص يو كان دو ات حبيبي ركز كلمتين لاف يو صاروا خمسة كلمات اوكي 3 2 1 توب كاونتر جو يلا يلا روني يلا حبيبي لوين رايحة معه انت هون بدي امشي معه لا لا ما فيك تمشي معه هيدي الله بيبي يلا حبيبي يلا بدك تدعس وي يلا يلا كفي كفي ما توقف ها كفي يلا يلا كفي الله اول برمي يلا, يلا 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 وين الوقت ما تطلع انا معك اسرع اسرع هون يلا روني بسرعه بسرعه ايه ركض 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 يلا يلا روني عم اهل هون عم اهل هون بعد معك دقيقتين وعشرين ثانيه دغري دغري اطلع دغري اطلع دغري اطلع دغري اطلع دغري يلا انزل بعد دقيقتين وعشرين ثانية يلا 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 المفتاح بعده معي ريتا روني بيقدر يعملها يلا عامل برمتين ركز ايه اوكي يلا حبيبي يلا صلصة يلا 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 روني يلا على مهل على مهل اوعى تطور حالك ما توقف ما توقف بعد دقيقتين هلا عم نفوت بثالث جولة ثالث برمي يا ويلي عليك شو قوي اوكي يلا. برافو عليك برافو 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 تكنيك جيد برافو روني زقف لروني روني 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 عم نفوت برابع برمي يلا رابع برمي عمهلك 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 اوكي اوكي يلا دغري بعد دقيقة و40 ثانية عندك برمتين هاي وبرمي بعد غيرها يلا 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 روني يلا اوكي برافو روني فينا نبلش نشجعه لروني لأنه بعد في عنده برمي ودقيقة و20 ثانية تقريبا روني 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 آخر برمي آخر برمي يلا روني يلا بيك يلا بيك دقيقة بعد دقيقة تقريبا دقيقة تقريبا يلا روني اتحت يلا آخر دقيقة 1000 نقطة ممكن أنت تربحها إيه يلا جو 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 يلا 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 هول 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 يلا هي ديد ات روني قدر يعملها بدقيقة و40 ثانية اسألوا مرتي اسألوا مرتي المفتاح لهلا مع ريتا وروني اسمحي لي لبسك المفتاح أكيد. اكيد لا لانه لا. هو لبس الكعب تفضلوا الى جاي مع السياره اما
لحتى الجولة الثانية. فرح بتكون مع ديانا وبوب وريهان على 2:49. تفضلوا يلا. الجولة الثانية بالتحدي الأول الحماسي بين بوب وديانا رهانك على 2:49. بتعرفي شو يعني؟ يعني 2:49 بيقدر يعملها ولا لا؟ ان شاء الله بيعملها. ان شاء الله يا رب. لازم. يعني انا شايف انه اليوم ديانا وريتا روس كيف على ثانيه. الله يستر ما تقشطيها المفتاح ويضل المفتاح بينك وبينها. ما حدا بيعرف. بعد عندي كمان خصمين ناويين ينافسوا. اوكي يلا تفضل الى مكانك. ديانا بتحب تقولي له شيء لباب او بتشجعيه خلال ال يلا بوبو. بوبو 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 يو هاف 2:49 بنقول 3 2 1 طب انتبه بوبو. بوبو يلا يلا عم يلا انتبه بوبو. بوبو بوبو عمالك ايوه ما انت حتوقعي عم ترشفي عن بوبو انت. برافو. يلا بوبو قطعت اول وحده اللي خايفه منها على خير. ها اوه يلا 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 بوبو عشل 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 يلا اول شيء بوبو هون انتبه الله يخليك لحظه 22 ثانيه هون انتبه يلا ايه بوبو بو يلا بو يلا برافو ايه بس ايه بوبو ليه بوبو بغمش بوبو بغمشني دودو دودو وبوبو بوبو دودو بوبو دودو الله يستر صاروا فرمتين هلا الثالثة عم بفوت بثالث مرمي يلا 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 بعد في دو تقريبا بعد في عندك 2 يلا بوب هاي ثالث مرمي ما بدنا 2 غير هاي يلا بعد في دو عمهلك يلا 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 بوبو يلا صرت قال له بوبو 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 عمهلك يا بوبو ايه عم اهلك اوه روق بوبو هون عم صار قاطع تقريبا دقيقة يلا بعد عندك بعد في شرط يلا شرط يلا شرط شرط يلا بعد في وقت بوبو يلا عم اهلك هيدي الكات بعد عندك كات هاي اخر وحدة بوب عم اهلك بعد في وقت برافو يلا 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 اوكي هاي اخر وحده رجع رجع مريم رجع ايه لفيها يلا 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 في وقت في وقت يلا 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 قد ايه بعد فيها يلا 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 بوبو يلا 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 بعد في وحده او شو هاي اخر وحده يلا قولوا يلا يلا قد ايه في قد ايه بعد فيها يلا 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 بوبو بعد دقيقه على الاقل بوبو بوبو يلا بوبو من هون من هون اخر دقيقه اخر دقيقه اخر دقيقه يلا 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 تعال هون تعال هون تعال هون شو هذا؟ يعني بوب وديانا برافو عليكم قدرتوا تحققوا الرهان الأول بأقل كمان من الرهان اللي حطيتيه أكيد يعني يعني تقريبا دقيقة و40 ثانية استغرقت لحتى تعمل هالمهمة يعني بدي اطلب منكم تتفضلوا تاخذوا المفتاح وتستمتعوا بالسيارة اما الجولة الثالثة فراح بتكون مع بسام وميراي ودقيقة و40 ثانية يلا بسام فيري ايزي فيري ايزي دقيقة و40 ثانية ان شاء الله منا ابدا صعبة بسام قدروا يعملوها بهيدا الوقت شو احساسك بالكعب؟ عاطل. مثل احساسي لما البس كعب اوكي شفتي كيف جيف مي فايف صرنا ايفن هيدا مبدا اللعبه لحتى نحن نحس مع الصبايا لما يلبسوا كعب كرمالنا جاهزين؟ بسام جاهز بدك تقول شيء قبل ولا جو بيسو 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 بوبو بيسو بيسي بوبي ما عم ضاعت القصه 3 2 1 جو يلا يلا بيسو ايه على ما هلا يلا يلا خليه يرجلج عليها يلا بيسو يلا 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 اوكي هيدي بعدنا باول جوله دقيقة و40 يلا عم يمشي ما عم بيركض بس عم بفحص يي بس عم اسرع يلا 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 هلا عم بفوت بثاني يلا يو كان دو ات يلا يو كان دو ات بس عم 1000 نقطة حلوين حلوين ساسرع اسرع يلا بعد عندك دقيقة و10 ثواني برافو يلا يلا بعد عندنا ثلاث جولات يلا يلا هلا عم بفوت بالجوله الثالثه هلا يلا اسرع ما بدي اقطع كل وقت علي لك عشان عم تخفف هالقد علي يلا 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 بعد بدي غير هاي يلا اثنين مرتين يلا 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 اوعى تدفشي توقعي ايوه يلا يلا يو كان دو ات هو هون عم يبطئ بس سريع هون خلص اسرع سريع بعد بدي غير هاي وحده يلا
بعد في 40 ثانية يو كان دو ات. يلا 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 بليز يو كان دو ات. يلا يو كان دو ات. يلا يلا بيسو يلا اسرع لي هون اسرع هون سريع هون سريع يلا اسرع اسرع هون اسرع يلا سير هون اطلع بعد بدي هاي معني انت موضوعك يلا امشي يلا عيش حياتك روح 20 ثانية 20 ثانية بسام 20 ثانية 20 ثانية اسرع اسرع لك اسرع 15 يلا اطلع اطلع يلا اطلع You did it! تقريبا في دقيقة و30 ثانية برافو عليك بسام ما تحكي ولا شيء ارتاح تفضل إلى السيارة لننتقل للجولة الرابعة والنهائية من التحدي الأول مع وليد وشيرين ودقيقة و30 ثانية يلا أحلى شيء بالبرنامج لما عن جد بتحمسوا بتخليني أطلع من حالي بجن بنبسط لأنه عن جد تعملوها شيرين لهلا الكل قدر يصيب رهاناته ويكون قد الرهان هل يا ترى وليد اليوم بالجولة الرابعة والحاسم بالتحدي الأول في يحسم أمركم وتاخذوا أول 1000 نقطة بتقولي بيكون قدها؟ بيكون قدها أكيد يعني البرد يعني حتى رهان منطقي يعني اليوم عم نشوف بسام وميراي قدروا يعملوها بدقيقة و30 ثانية كل برمجة بس سرع لخبرك شغلتين صغار أول شيء صرت حاسس إنه متفقة معكم فالأول ما أول ما دقيتون لك كرمال الحلقة وهي عم بتقول لي ان شاء الله يلبسوك كعب ان شاء الله ليه 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 بدك تلبسي والله العظيم شرفك قلبي لان احنا منعانه وهو بس ماله طويل ما بيلبس كعب وانا مضطره البس كعب دائما حده حتى تبيني بالمناسبات حده ما شاء الله انت طويل وليد الشغله الثانيه قبل ثاني يلا انه هي مفكرتني بعني بلعب فوتبول بلا رايح على الفوتبول بس هي مش عارف لا بروح بس هي مش عارفه انه بالفوتبول مع بركه دقيقه ونص بقى قالوا دقيقه ونص خمس مرمات يعني وليد معك دقيقة ونص خمس برمات مع كعب ما تقلي شيء بالتحدي الثاني انت فيك تراهن عليها وترد اعتبارك اذا بدك وين بدك شو طاير؟ ايه والشغله الثانيه لو وقعت ما تقرب لي اوكي 3 2 1 جو يو كان دو ات حياتي يلا يو كان دو ات يو كان دو ات قلع ايه هون نص شوي اوكي يلا يلا انا معك برافو 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 ايه ايه دغري هون دغري اوكي ايه ما تضيع وقت عليا يلا 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 اول وحده حياتي يلا بعد في عندك يلا يا شيرين شجعوك يلا بعد حياتي بعد هون عم اهلك شوي اوكي يلا بسرعه بعد معك دقيقه وعشر ثواني صرت عامل برمتين يلا عفيك بسرعه يلا 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 بعد عندك دقيقه بعد بدي هيدي البرمه وغيرها اثنين بعد في اثنين بيبي بتقدر تعملها ميراي اعصابها مشدودة فرق بسيط يلا بليز بيبي يلا يلا بعد بدي هاي وغيرها وحدة يلا بعد عندك 40 ثانية يو كان دو ات 40 ثانية بتقدر يلا تعملها يو كان دو ات تقريبا 20 ثانية كل برمة سرع 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 30 ثانية اسرع 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 يلا هلا جد 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 اخر 30 ثانية عم نحكي فيهم يلا يلا, يلا يلا وليد 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 20 يلا بيبي زل هونيك اقرب بسرعة 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 يلا اوكي زل زل يلا بسرعة فرق بعد؟ يلا بعد برمة بعد في برمة؟ بعد في برمة يلا عملها ما بقى في زل خمسة طب وحيات الله عامل ست برمات عامل ست برمات ستة الرابح بالتحدي الثاني ما حدا بيعرف من هو لانه الشباب هن رح بيراهنوا على الصبايا بتحدي اكثر من ناري تابعونا بعد اول فاصل اعلاني مثال ومرتي الف مبروك يو ديد ات